ماها قف قف بدلايا ماها دولد دولد بدلايسا وحوية اسبدل حب دقامات سياسات حكومة دان صوردي سيدونا وامد لإيمان إيسا مامل وناك إصلاح حسابتن كرتيد هفنان إيو وحقبت دمائسترن شعب وحقو لين دادكو هدي مدحوينة أو برامجتن كون حكومة لقادة أفلوها يو تدكو شعب وحقو لين مقاسي إن أريتها سيك لحظة طوان أنا بو حنواركا شخصي لعكو يميد أما قبيل كو يميد إنا قومية دان هقابين كرينين قرني مدو ما أهم تقال حول الله هلا يوحاس لكن غير من هو واحد لي جاج يدعان كاج يصير كاج كتير وواحد أركتيدنا هذا دوق تسكال هذا خوف عن قرن نمرة يمن نمرة يسومال نمرة أم سنين إنه هيكل دولت صو حافته ومت خلط قا سومال نمرة وإنه سومالي هاي أم سنين هاينا من نمرة يمدح بناني دو مدة سوماليات كقيم قال أوراي جاج كبيري هنولاتو سيادو هشوم مقالة وصب فضلا سبسكرايبر نقو بلشود الصوماليات وحياة هيد قرن مدة قرن هيد قرن لماذا نوحات لي وحياة بكابي وحول بوق قرن لماذا كابا مرك الله حلو بلشود نوحة وفضاطين فهمان معناها وقرن ليه مركا وحنا وركر لها فهم كوني ترى لكن فعل بنترن فعل كنا وحا كنا أركتي قفقة وليه أما وحنا ودوني يفهمه هي فعل كلام بلا خاصين وحسيد الشامر خاصين وقف كيشو ودوين كامو ودي قوي كومر لها وإن يبدلوا حبناك السياسيات لوقف عنه دولة باي وضتها قدرت كأيج جوميس أنت أصوات نافتيما وهي تاجن هاي دولة دي انتهي تمادو أي تراهلو هبل بعربنا حلا دوت لعكت إذا وكذا وكيرنا دل كان بيع معها دت كيسونا بيع معها والدين يا أبي يا شيء يا كذا حلني أننا جانا عروق كنا نجا دحليسا سومالي ده هذا إنه هيدا دو حيلنا حيسة بضم وحيسية مركي إسبدل كي ماذانا مركي هوري وأنا إسبدل كرهادين لأنه هرت الريسين كأنه رهادين هاي رهادين إنه عم سببته أنه رهادين إنه حلاقي يا أبا دتك أنت بالشدة أنت بضم يوسف كذا على عصامين وهي مركي رهادين يصير إسبدل وإن أتباهي أقبتها باهي أدو أقبا وإن أكتهي باهي أدو أقبتد إن أتكجب حكرتد إسبدل هداد قارتد الشعب الصومالي هو شعب ولاسن والشعب الدرنوضة شعال والشعب الدرنوضة شعال لكن هدو كأحمد الليدر شبكو أمامه كأحمد وضطنا كل عيسان يتبقى كل عيسان ونسوا عن الدرنوضي صومالي جري جري دولة داعة وسرس بقى شقيسي ويجبتي إن الدولة دي كتير يمدك قيم كم إذا ضاعوا شقيين قيم تكلم عنك شقيين مسوماسق مركز الشعب يقول مركز مسوماسق عشوا عدالة درع أركان مركز واحد عين يجب هسا كذي سوق الدت كوي مركز الدولة دي كم يجبان وحوالا إن شعب الصومالي ذي قشير رجوا ناكسن أو كان شيء إن سب إن يسب حدود تاجران دولة الفدرالكا وهو قامنا يوم مدحوين فرماجو سيداس ترادد وإنان رجال الشعب كدبينا تصنع وحقبة طبعة ويسكوها اللين كران سيلوهن تو كالسوني ده أي شعب كوهيان دولة دولة وحن بدلها يا دقا كي سياسدين مدحنا دولة ده عادة يكالبتين إنسا فهرو عن الله باهنين نوسي سعودو ووقتها يهانتي ده قارن كلمون لمية وعادة حب محايا لي وزارة الرمه دي مدى جفته ولو باهين هاي إلي سعطه ما هم مدحوينها إنو بشي مسلح جربه ما ساس درته ما إلا جوجي دقان كاس شوالي دو هراي وطري مدي هاي قبيل كي قرن مدو واللبا وهو يقفكو وإنو كلفه ما وحلين هذا قبيل كا يقرن مدى قبيل وهو يسدى إنو استعمال وخلد لكن قرن مدو وجيت هروي الله هرصدو وتجيت كهديل وعاد باكوس ودعس
aragtida hoggaamiyaha qabiil hadduusan helin in loo layliyo nidaamka dawliga ah iyo ama aanan loo agaasimin inuu u taliyo qabaa'ilo kale aragti duwan oo kale deegaan haddaanan la helin way adkaanaysaa inuu hor istaago qabaa'ilo wax isku darsaday oo wax wada leh. dadka dhaqankii hore ee soomaalidu ahaa qabiilku wuxuu ahaa wax la isku garto un laakiin wax dhibaata ma lahayn laakiin waxaad mooddaa maamuladii soomaaliya soo maray hore inay qabiilka xoojiyeen oo dadkii markaasi ay noqdeen dad qabiilkii u janjeera sababta markay ay dowladdii ka waayeen kalsooni ay ka helaan oo ay qabiilka u carareen ayay dadkii markaa laga faa'iidaystay oo markaa hogaamiyaashii xumaa ee aan maamulka garanaynina qabiilkii bay dadkii ka faa'iidaysteen iyagoo heli karay inay qaran soomaaliyeed ay dhidibka u aasaan oo ay u saldhigaan iyagoo heli karay bay waxay ka doorteen in mataqaan aysan taa raacine ay ku adeegtaan maaragtay mid qabiil. waxaan aaminsanahay inay jiraan qabaa'ilo soomaaliyeed oo aan qarannimada aaminsanayn oo aan soomaalinimada aaminsanayn oo sarraynta soomaalinimada aan aaminsanayn. qof aan qarannimada iyo midnimada iyo soomaalinimada aaminsanayn inuu haykal dowladeed soo haafto waa mid khalad ku ah soomaalinimada. waa inuu soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed. waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo. qof aan qarannimadoodii iyo matali karin markuu meeshii yimaado ummaddii meeshii ay ka sugaysay sad dhibaato ayay ka dhaxlaysaa markaa dhibaatadiina mid ku sii dheeraato ama sii kala fogeeya soomaalidii bay noqonaysaa markaa dhibaatadaasi waa ta ragaadisay dadka soomaalida. sababta waxa weeyaan dowladihiina soo maray guud ahaanba inkastoo soomaalidu ay ahaayeen dad maaragtay aan aqoon badan lahayn dadku waxay tuhmayeen dowladaha ay soo maray inaanay keenin waxay doonayeen oo badan cadaalad darro marka dadkii markay cadaalad darro ku dhacdaan shaki baa ku dhacaya markaa dowladdii qaar ka kor imaadaan ama ay dhacaan. dagaaladu waxay ku dhaceen cadaalad darray ku dhaceen sababta ay ku dhaceen cadaalad darra markay timaadana waxaa imaanaya dagaal iyo is-aamin la'aan. kan hadda aynu soo dhaafnay oo dhan hor imanayay ayaa waxay noqdeen dad aan cuntamaynin marka taasi waxay dhaxalsisay dadkii soomaalidaha inay ka samraan siyaasi kasta oo soomaaliya oo yimaada maskabka dowladnimo. waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale maaha, waa shacabka weyn. shacabku waa inay dowladda aaminsan yihiin. dowladda laydinka laydinka rabo inaad keentaan dowlad shacabku uu ku kalsoonaan karo. marka shacabkii markay dowladda ka arkaan dad shakhsiyaad xun oo ay horeyba u yaqaaneen hankoodii wuu ka jabayaa marka haddii ay ku arkaan dad cusub waa laga yaabaa inay sugaan laakiin dad ay horey uga quusteen markay arkaan qofku markiiba wuu ka niyad jabayaa. ma qabo ma odhan karayo soomaalidu ma lahan siyaasi yacnii jarabaxsan oo bulshada badbaadiya maleh ma odhan karo laakiin saxada ama dadka siyaasadeed waxaa laga dhowray dadka abqariga ah ee saxda ah ee soomaalinimada ku weyn tahay ayaa mar horeba laga dhowray. tan iyo intii gumaysiga dhulka uu joogay dad badan oo soomaaliyeeda waxaa jira u soo baxay sidaan hore u sheegay awoodda shacabkooga laakiin dadkaasi inta badan waxaa laga dhowrayay inay noqdaan kuwo yacni sii jira ama sii raaga. waa inaan maalgelin shisheeye keenno. maalgelin shisheeye ma imaanayo waddan musuqmaasuq hareeyey marna ma imaanayo maxaa yeelay yaa tuug wax ku darsanaya. dadkaas waa dad nadiif ah, ma dad maraka ku imaanaysa ku imaan mayso. maxaa yeelay rikorkaaga yaalla waa inaan isa saxna annaga oo aan noqonno dad islaan oo sax ah oo raba waqtiga caalamka hadda uu ku nool yahay 21st century la yidhaahdo inaan ku noolaano. waxaan mar labaad ku celinayaa oon rabaa inaan shacabka soomaaliyeed hortiisa ka ballanqaado idinkanaan idiin sheego qaab dhaqameedkii loo shaqayn jiray inuu isbedelay. waxaan rabaa inaad u diyaar garoodaan idinkun. shacabka waxaa wanaagsan horta marka hore inaanay mucaaradin oo ay la shaqeeyaan oo ay eegaan boolkaa casho kadib wixii khaladaada ee dowladdu yeelatana inay ka turjumaan oo ka hadlaan. dadku shacabka waxaa loo baahan yahay inay mas-uuliyadooda qaataan oo ah
إن دولة داي تاجران إن كرسوني ضد الشعب كسؤليان إن سومال المادي يقودن المادي أي كرس وقادن مدحويني وحب هاي بارش يكدون لا شعب ما كان داري قرب جيلين أنا مدحويني تاجرين مدحويني هيل هيل ماي dadku ay dhahan okay isbeddel baan doonayna laakiin isbeddelku markii isbeddel doonku yimaado oo uu dhaco isbeddelki waxa la rabaa in Soomaalidu ay tiraahdo okay isbeddelkan rabnay wuu yimid sidee baan ku xagsan karnaa sidee baan ula shaqeyn karnaa sidee baan u mataqaanaa aan uga dhabeyn karnaa inuu isbeddelki taaba qaado Soomaalidu in dad daacad u ah inay doorto iyagu madaxweyne ilaa baarlamaan waxay u baahan tahay in la kala hufo oo la kala haadiyo oo dad shakhsiyad fiican leh meesha ay yimaadaan ama aan laaluush iyo lacag ku imanin ama aan shakhsiyad xumo ku imanin ama dana kale iyo dad kale aan ku imanin marka in la hufo oo la kala haadiyo way u baahan tahay dadka Soomaalida ee maanta hoggaanka ka haya nooc kastaba haba yaraado ama haba weynaade hoggaamiyuhu wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo qaar rabaaniya iyo kuwo uu ku kasbaday kalsoonida bulshadiisa ama uu ku keenay karti iyo ragnimo uu asaga leeyahay laakiin madaxweynuhu wuu ka duwan yahay madaxweynuhu waa qof la doorto oo aanan inta badan dhicin inuu hor yimaado bulshada tusaale ahaan doorashada ay sameeyso ama ay qabtaan golaha baarlamaanka oo kale waa dad cayiman dadka soo doorta madaxweynaha wax kalena maaha madaxweyne farmaajo shacabka Soomaalida waxa uu arkay inuu ahaa shacab fuliyay waxyaabihii uu dadka u sheegay muddadii gaabnida uu joogay oo iska qabilood ahay mise dibilood ahay waqtigaasi wuxuu noqday hoggaamiye Muslimaan sagaal dagaalamay wuxuu noqday hoggaamiye markaasi lacagtii wadanka ilaaliyay wuxuu noqday hoggaamiye markaa tusay dadka sharafta Soomaalidu qiimo ay leedahay wuxuu noqday hoggaamiye markaasi u naxariistay askarta soo dagaalatay dagaalka Sansooyinkii wuxuu noqday hoggaamiye markaasi daacad u ah inuu militarigii Soomaalida dhiso moorkooda kor soo qaado marka hoggaamiyahaasi examen ku bixiyay ee farmaajo kale wuxuu dadka tusay markaasi in wixii uu qabtay ay dadku arkeen inuu ahaa wax horumar oo fiican hoggaamiyuhu wuxuu ka soo dhaxbaxaa malaayiin qof ayuu ka soo dhaxbaxaa wuxuuna noqdaa qof aan la dooran laakiin isaga bannaanka iskeena kuna yimaado hufnaan iyo karti iyo waxqabad inta badan hoggaamiyuhu ma fashilmo sababtu uu fashilmo waxa weeyaan legacy-ga uu sameeyay ama waxa uu qabtay ayaa marqaati waxay u yihiin inay mar walba kaabaan qeybaha iyo godoolada uu leeyahay laakiin madaxweynuhu wuu fashilmaa sababtoo ah madaxweyne ay soo dooratay 207 qof bulshadiisuna ay tahay 20 milyan markii intii soo dooratay keliya ay u saxbiyaan laakiin 20 milyan ay gacmaha ka laabtaan fashil baa imanaya waxa imanaya waxa loo yaqaano turaanturooyinka nolosha ama turaanturooyinka siyaasadda Soomaalidu ma baa fahamsanaba dawladnimada dad yar oo wax bartay ama dad waaweyn ama dawladnimadii hore soo maray ma ogi intooda badanba dawladnimadu waxay tahay maba aaminsanaba waayo waxaysan u aaminsanayn maba fahmayaanba markaad wax aaminaysid waxa loo baahan yahay horta inaad fahamsantahay qofku waxa uusan aaminsanayn ama mabaadiida uusan cabsanayn kuma qancin karaya naftiisana kuma qancin karayo bulshadiisa kuma qancin karayo inuu horumar ka sameeyo sababtoo ah dee wuxuunan aaminsanayn mas-uuliyaddeeda ma saaro qoysta waxaa keena waxaan rabnay baanaan helaynin waayo dadku waxay doonayaan waxa weeye nabadgelyo cadaalad iyo inay mataqaanaa sinaan ay ku wada noolaadaan taa meesha haddaysan imaanin marka waxay imaanaysaa in laga xiiso dhaco isbeddelkii la raadinayay waxaa kaloon ku dhiirigelinayaa ragga iyo dumarka Soomaaliyeed oo qayb ka noqday xukuumaddan inuu bilowday isbeddelkii ay codsadeen shacabka Soomaaliyeed inay naga daacad tahay inaan isbeddelkaas ka dhameyno inaan diyaar u nahay dalkan inaan gaarsiino meeshii ummadda Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen jiilka hadda jooga halkan ma aanay ku guuleysan inay u diyaariyaan jiilka ka dambeeya waxa ay xaq ugu lahaayeen si haddaba aan waajibkeenna ummadnimo isaga ridno
شقدي عن دتك سوماليات ودأذير أقول قد بلهين وح حقا نقولها يان ما أنت أي بلابط دبن دابية قوة قوة ذا أما قوة توكتا أما قوة محل جدا هذا يقول له قبل شدني أنت أي درك سياسة فرديان أنت أي يهين ضد مصلحة ومدة هذهني أنت يهين قوة لو يدين يهيك الدول منه نين أنا عادل أهين أو نين في عنو شخصيات في عن هين هدي أكلودي وهي لقفلة وبربر يدباتو إنه دحرسيو يكلفوين ومدة مركا هوش هسوي حيو بعندها كفيرسي كشعب يقول حلاه هاي شعب يحول معها لكن تتحم بعد كسيدي وقبيل كوا كسيدي هذا بيخد صلاة وسقاطه أرضه ما بالجمال كتير سقاطه ودت دت كدورة يعني كتوه تجريان ما بالجمال أما قبلي وحنا هذا لكن قبلي وحكمي مسير وحنا هذا ودن مضى يسمى المضى يخر المضى كأيد الدولة دو حي واجب كسرين يعني إن يدت كذا أي وعد يقلين أصلا ما يسوا إن له شيء كيسته إن يمتغى أنا أي دت كمارك تي سوق ينتمل كذا دع السمارك تي وحيد عي دولة دو هرا وحي كوس ما يسي هي وحي دولة دي كدم بي أنت يسميان حلقه قدامين وحي كتيرة إن له هلا سومالي قدرت أو له هلا حلقه سومالي قدرت وكل يوليان والله كان قفوا يا هنا والله يا كان وحو قالنا والله قرنا إلا كله حلو ما مسنان إنه سومالي ما يمنسو قرن ما نني يمنسو عوي ما كي قفوا بالضرر قفوا بالقاد وكينيا لكن قف كبر بالقاد خاص كانوا شعب واحد لو بها يا هاي مدق قبل أما مدد أو شو يسوي إلى عندك أجان أو هدي ما دحوي ناس أو برامج سكاس وسوق وسوق دون وعيو قرشي يوحي وكتر قلاك تكو بركاس حق ليهم أما هذا ميديا هذا أما الشعب الصومالي هذا إن كان لان وإن هذا وحاس وحي عن وقت الجماعه أما هذا سمح كقل عدن وده تبرك أي فرت صار وحي خلط كيمة كقيم قال أوراي جاك كبيري هنوراتو سيادو هشوم وقال أصب فضلا سبسكرايبر نقو مهات سنين